يمكن الحاجات اللي محدش يعرفها ان الراديو ترانزستور الصغير لازم يبقى جنب المخده، يعني ينام على الراديو. حلو. دي معلومه محدش يعرفها. دي محدش يعرفها ما اظنش، يعني يحب يسمع انا كل ما اقول التوبه من عبد الحليم ومن ماجده الرومي، يحب كل بقى الاغاني الوطنيه. صح، كان في مشاريع تانية. المسيح، اغنيه المسيح كان بيحبها جدا، اغنيه عدى النهار اللي هي الاغنيه اللي كل المشروع كان كتابه لقناه السويس، افتتاح قناه الافتتاح الجديد ده طبعا ما اكتملش. وفي اغنيه بتتحضر هيعملها محمد رحيم، ودي تعتبر اخر اغنيه بقى مكتوبه بخط، لانه كان في المستشفى كان يقوم يقول لي انا عايز اكتب، فاقول له مش قادر يمسك القلم، فكنت بكتب معاه. في قناه بتذيع بس عن الاسماك، السمك، عن صيد السمك، دي بقى بيعشق ان هو يشوف السمك وهو طالع وبيصطادوه، دي هي قناه ايطاليه على فكره. دي بقى لو قلت لك ممكن يقعد ساعات يتفرج على السمك ما بيزهقش، بياكل اكل الصعيدي بقى، يعني الحمام اكتر حاجه، الحمام والطواجن بقى اللي هي طواجن السمك. الشاعر صديقه اللي كان بيحبه جدا جدا وزعل جدا على رحيله محمود درويش.